اقول له استحمدت لي بالسلامه ولا لا؟ يا ابن الحلال على ايش اليوم اتحملت بقول له استحمد بالسلامه؟ تبك اكلت صحن قدك اذا حق يا لا انا مدرس، خليني اتكلم جعل اسد سلال الله يعلم بيه. انا لله وانا راجعون، هذه والله المره اللي ودها بالطلاق. يلا اسكت انا مدرس، خليني اقول لك. اقول لك انا صدق اليوم رحت المستشفى حق دله اليوم يا ابن الحلال. انت قلت في المستشفى يمكن النكس المخدي نفس الله ياخذ عدلك المشاهير يا مثل ما يا مثل ما عشان يحطوا لك يا مثل ما خليني اتكلم اليوم واحد على اطواري مصور مصور العظمه الله ياخذ عقلك مخدي. حركاتك واضحه واضحه يا مخيس. يعني انا ارحب مخدي يا مدري وانا داخل ايش راسي هذه ما تفهمني. اقول لك مقدي مقدي وش مقدي؟ انت مهبوله انت وش مقديه؟ يلا اليوم 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 انا اقول لك اليوم انا تخيل رحت المستشفى اليوم. ايوه انا تخيلت. شو بعيوني؟ شفتها كانك فيك هذاك الاسفر. كمل. استغفر الله كانك تو طالع من القبر. ايوه اسمعي وش صار اليوم؟ اليوم انا راح رحت المطعم مع واحد. يوم رحت المطعم المهم انا قاعد اتغدى بخاري طالب بين حب على الفحم. المهم هنا قاعد اتغدى البخاري المهم طاحت عوده مهم عوده عظمه صيده حق الورك عرفتي الفخذ حق الدجاجه ما في جيس فخذ. ايوه كمل اللي تقول كذا بالرجل عرفتي. ايوه تخيلت كمل. ايه فانا هذه اللي تحرك كذا فانا مسكت الكراع هذا قلت طر 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 هذه حوبتي الحمد أيوة لله يا رب ما وانا قاعد اطق وانا قاعد الحمد لله يا رب حوبتي. لا انا ابو دارس العمود انزل على الوادو وانا قاعد امسك الدجاجه كذا شفت وجه في الدجاجه قعدت امسك العظمه كذا فركتها من الورك. ارحم 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 اللهم لا المهم بيض الله وجهك يا خلود. المهم الدجاجه انا كني قاعد اشوف وجهه في الدجاجه وانا امسكها من هنا وانا افرك الدجاجه كذا وانا اكلها من هنا وكلت الدجاجه الا العظمه دخلت هنا. رندا انت كنت ذابنا هنا ودخل يدي ابي هذا اطلع في حاجه هنا تحرك اخو منيره تخيلي في حاجه تحرك يا ولي ولاه سعود الحق على نفسك لا يجيك شيء انت وراك متابعين وراك ناس يا ربي ربا يوه تليت 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 ابي تليت تليت اللي ما فيه يا الله من عند العرقه يا ويلي الظهر المهم وقف يمين سويت دي الحركات ما فات الى حد الان الناس كله ما في احد درى عني تكفى يا وجه المهم اروح البيت. عميده 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 جيبي تمره واكل تمره. حميده حميده جيبي موزه واكل موزه. حميده حميده جيبي زيت زيتون واشرب موزه. والمتابعين يمكنك انت شربت شيء بارد ثم انجرحت اللوزه. انت من انت؟ انا دكتوره تقولي تخيلي واحده. قلت مين؟ قالت انا دكتوره. تخيلي. قلت وش دكتوره؟ انت سامه طقعه انت من عافسه وجس. انا يا ابن الحلال قاعد في احد بيقول سويت ادري عنس كني شم ريحه كني يقولوها الناس قدامي ادري عنس قاعد اسولف بسرعه يا ابن الحلال اتأذن آسف. بس مره اقول لك اتأذن حنا داخلين انا شهره كبيره شهره واسعه صح عليك كل الناس يعرفونا لازم تسوي قلاص آسف. شويه تصير رجال يعني تتكلم نعم. تصير نفس المستثمرين والمشاهير صحيح انطمي 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 خليني اسولف انت قاعد سك اعاله يلعن ابو دارس النفقه
المهم وصار. وش صار؟ ايش صار؟ ما انت كده قدامي نفس الحصان. وراحت امي قالت روح اليوم سوق طيبة. روح سوق طيبة تقطلنا اغراض البيت، عوازل، معطرات حقت بيت وستاير. انت معي ولا لا؟ ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اللي بياخذ سنه على اجر لي. المهم انت مو قلتها اوكي، وانا رايح مع سوق طريقي متعدي مخرج اثنين اليوم.